بحياتي ما حطيت صورة أشلاء، بحياتي ما حطيت صورة دماء، بحياتي ما حطيت صورة لجثث وقتلى. يبدو أنه في حد مستقصدنا، أنا ما بحكي أنه في مؤامرة أو شيء من هذا القبيل، لكن يبدو مش أنا لأن لحالي. كمان تقريبا حوالي 50 مليون مشاهدة، هذه كلها أيضا هدفها لي. كلها تتحدث عن الثورة السورية. حسابات ناشطي الثورة السورية وصفحاتهم هي من تنقل معاناة هؤلاء الناس، تنقل معاناة هذا الشعب، تنقل معاناة هؤلاء الأطفال الذين يتعرضون للقتل وللقصف وللتهجير. أعيش في مدينة إدلب التي تعتبر أخطر مدينة في العالم، وكوني صحفيا أقوم بتوثيق الجرائم المرتكبة بحق المدنيين من كافة الأطراف ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإيصالها إلى المجتمع الدولي ولجان حقوق الإنسان، لكن منصة فيسبوك حذفت حساباتي وعشرات أيضا الحسابات للناشطين السوريين في إجراء غير قانوني هدفه محاربة إرادة الشعوب بالتخلص من أنظمة الاستبداد. منصة فيسبوك عم تقوم بإغلاق جميع حسابات الثورة السورية اللي وثقت الانتهاكات منذ البداية وحتى اللحظة. عندما نقوم بتوثيق المجازر ومقتل الأطفال من قبل قوات الاحتلال الروسي ومن قبل الإرهاب الأسدي، فنحن لا نقوم بانتهاك معايير المجتمع التي توضع كحجة أو حجة من أجل إغلاق الحسابات للناشطين وللحسابات الخاصة بالفعاليات الثورية. هاي الحسابات اللي عم تتعطل فيها مئات آلاف التوثيقات لجرائم ميليشيا أسد وحليفة الروسي في سوريا. يأتي ضمن تقييد حرية التعبير ويأتي ضمن دعم الإرهاب الذي يمارسه نظام الأسد والاحتلال الروسي على الشعب السوري في ريف إدلب وفي مختلف أنحاء سوريا. ثورة تاريخ والفيسبوك عم يحاربها. فيسبوك يحارب الثورة السورية.